قد ايه صعبه على الام تشوف ابنها عم يتوجع وما يكون طالع بايدها شيء تعمله لتخفف عنه وجعه. من القلب للقلب اليوم رح ينقل معاناه طفل صغير عمره 4 سنين، امير بيعاني من اكثر من مشكله صحيه وبحاجه لعمليه مستعجله. إكرام، كيفك اليوم؟ الحمد لله وماشي الحال. خبريني عن حالك أكثر، عرفيني عن حالك. أنا اسمي إكرام خطاب، أم لثلاث أولاد، 3 صبيان، مطلقة وعايشة لحالي بالبيت أنا وهالولاد. عندي أمير عمره 4 سنين ونص، علي عمره 7 سنين، ومحمد عمره 8 سنين. الله يخلي لك. الله يسلمك. محمد بمدرسة، حاطته بمدرسة رسمية، وعندي امير وعلي لانه عندهم حالات سبيسيال، يعني سبيشال كيس، حطيتهم بمدرسه مؤسسه البيان بعرمون تابعه لدار الايتام. اكيد بيطلعوا بينزلوا يعني كل يوم على البيت. خبرينا عن وضعهم الصحي اكثر. في عندي لنحكي عن علي بالاول. علي عمره 7 سنين. علي عمره 7 سنين. خبرينا عن وضع علي الصحي. علي خلق كفيف، ما بيقشع من هو صغير، يعني أنا ما كنت بعرف. اكتشفت هذا الشيء لما صار عمره 4 أشهر. صرت حس إنه الصبي ما بيركز، يعني لا على تيفي ولا على شيء ألوان أشكال، بس بيركز على صوت. فعملت له تشيك أب عند الحكيم، وأخذته عند دكتور شقال بالجامعة الأمريكية. عمل له تشيك أب وعملنا له صورة MRI. طلع الصبي انه ما بيقشع، عنده الشرايين اللي بينوصلوا من الدماغ للعيون منشفين، وعيونه كلها العدسه وحتى الببو والبياض كله فارط من جوا بقلب العين. وفي شيء ينعمل لحاله علي؟ في عمليه تنعمل فيه علي؟ لا، لهلا ما في امل. ووعدوني كذا دكتور وكذا مستشفى انه اذا بحال ينا شيء برا او هون مثلا منخبرك، بس لهلا ما في شيء لعلي. علي وضعه بضل هيك مبدئيا. وامير؟ امير عمره 4 سنين. امير من اول ما خلق هو بعينه، خلق اجريه عوج، وعنده خلق اخر عظمه بفقره ظهره ناقصه، خلق بلاها. هيدي اللي بتعطي امر اعصاب يعني للمبوله، هو ان كنترول، يعني ما بيقدر يتحكم بحاله بخروجه، فبضل حاطط كوش العمر كله. اعصاب المبوله ميته عنده، ما في احساس. وعنده كمان مشكله مخرجه من ورا واسع كمان، وعنده مشكله بالكلاوي، عنده كلوه بتمشي 30% وكلوه ماشي حالها، بس انه اذا ما تابعناه للصبي، عباره عن دواء اسمه سيكلور، هذا دواء التهاب وصف لي الحكيم، هذا بده يضل ياخده العمر كله. هيدا للكلاوي؟ هيدا للكلاوي، وكرامة ما يصير معه التهابات بالمبوله. عم تقدروا تجيبوا الدواء؟ عم تأمني للدواء؟ يعني ما بخبي عليك، مش على طول، لانه الدواء مكلف، يعني منه رخيص. قد ايه تكلفته تقريبا؟ يعني الدواء تقريبا يعني كل شهر بده قنينه شي 170,000 180,000، هذا اذا ما غلي اكثر. بعد بالاشهر يلي ما بتأمني فيها الدواء شو بيعمل امير بهالحاله؟ بالايام اللي ما بيكون في الدواء بصير معه كرايز مثل الكريزة، هي عبارة بصير معه حرارة، بصير الصبي ما يتقبل شيء بمعدته، بيستفرغ، بصير عنده وجع ببطنه مش طبيعي، يعني ما بينام الليل. يعني أمير لازم على طول يضلوا عم بياخد هيدا الدواء؟ لازم على طول يتابع هيدا الدواء أكيد. جاي ذكرينا باسم الدواء لحتى إذا المشاهدين عندهم إياه. سيكلور. سيكلور هو دواء بودرة بينخلط بمي، والقنينة بتضاين شهر تقريبا. ايه شهر، كل شهر بده. وتكلفة الدواء تقريبا 180، بس ما بعرف اذا غالي هلا بعد. يعني الدواء 180 تقريبا بالشهر. وفي عنده كوشات بده يستعملها كمان على العمر كله مبدئيا. هلا في حكيم وعدني، قال لي بدنا نشوف امير اذا بنقدر نحاول نعمل له عمليه بالمسالك البوليه، هي اعصاب، ما بعرف اذا بينعمل له يعني، بس ما وعدني 100%، ما عطاني امل 100%. كان كرمال الشلل يلي عم بيعاني منه امير اجري، انا امير من اول ما خلق جفصنت له اجري عند دكتور، بس ما مشي حاله. قمت انا حولته عند دكتور ثاني، دكتور عصمت غانم، فدغري قرر انه يعمل له عمليه، وهيدي العمليه نجحت الحمد لله 100% لاجريه من تحت، يعني اجريه كانوا عوج لامير، هلا جلسوا مشي حالهم، طق له العظم، وكمان في عنده اعصاب ما بيضخ دم لاجريه، هلا صار في دم بفوتوا على اجريه ليتغذوا شوي بطات اجريه، بس بعده مش قادر يمشي من ورا ركابه. هلا في عنا مشكله بركاب الاجرين غير ركاب. هيدي العمليه يلي هلا بحاجه لها امير، بحاجه لها امير، بتكلف $5500 بالدولار. اذا امير عمل العمليه ونجحت، شو قال لك الدكتور؟ بصير قادر يمشي بشكل؟ اكيد بيقدر يمشي وبيتحسن، لانه قال لي الحكيم اذا امير انه لهلا في عنده مشاكل شلل ثاني، قال لي اقل شيء يقدر الصبي من حقه نقدر نخليه يمشي. بما انه عنده المبوله واقفه وعنده والكلاوي والمخرج، وبعد عنده عمليات وان شاء الله يا رب بيوصل لمحل كمان بنلاقي حل ان شاء الله بالطب، يعني يتلاقى حل ان شاء الله. هلا المهم انه يمشي. إيه؟ امير تكلفه العمليه $5500 بالدولار، بمستشفى البلفيو بالمنصوريه، هن حرام يعني، هذا ارخص مستشفى لقيتها بالنسبه للعمليه هاي، لانه في ماده بلاتين بدها تنحط بركابه للصبي، كل قطعه حقها $2000، وهن المستشفى بيشتروها بالدولار، مشان هيك انه طلع المبلغ هالقد كبير كرمال العمليه. واذا امير ما عمل العمليه اكيد بضل عنده صعوبه ليقدر يمشي، ما بيقدر يمشي. هلا اصلا في ووكر بتساعده ليقدر يمشي، وباخده عند حكيم فيزيائي كل نهار سبت بيعمل له سبور. والافضل يعمل العمليه مثل ما قال الدكتور هو أكيد. صغير وباسرع وقت أكيد. ممكن كرمال ركابه اكيد 100%، لانه هو صغير يعني تنعمل له العمليه احسن بكثير، ما هو الكبير، هو كبير بده يعاني ويتوجع ويصير عنده صعوبات اكثر، فانا هيك بكون عم بلحقه على بكير لانه بعده عظمه طري. كم عمليه صار عامل امير اليوم؟ عملنا 3 للاجرين، 4 للاجرين، بين وتر وبين كسر عظم، وهلا في عنا عمليه للركب، بعد يلي عم نحكي عنه مزبوط اللي عم نحكي عنه، بضل في عمليه بعد في عمليه لمخرجه، يمكن في بعد عمليه لمسالك البوال، مسالك الموال. ان شاء الله كمان بيمشي الحال ان شاء الله وبتنحل يعني كمان. انا الدكاتره املوني باذن الله، وبعدين انا عصمت غانم بوثق فيه لانه اول عمليه لاجري نجحت دغري من اول مره. طيب اليوم اكرام بدي ارجع شوي لوضعك، انت حضرتك ام عم تهتم ب3 اولاد، اليوم حضرتك ما بتشتغلي لانه مجبوره تضلك مع اولادك لانه بحاجه لعنايه خاصه، من وين المدخول عم بفوت على البيت؟ كيف عم تعيشوا؟ بس لقلك شغله، انا ما بقدر اشتغل لانه اولادي بحاجه لإلي صح، وشغله ثانيه ما بيقدروا يعتمدوا على حالهم، بيعتمدوا على امهم. من وين عم يعني علي كفيف، علي ما بيقدر يعمل شيء لحاله، وامير ما في يمشي، وامير ما بيقدر. حرام في خيي الكبير بيساعدني شوي، محمد ايه مثل سند لإلي فيك تقول محمد. مدخولي الله يخلي اهلي، بيي وامي هن واقفين حدي، وفي جمعيات مش بشكل كبير يعني، اشخاص محدده بيساعدوني مثلا بين الوقت للتاني، مش على طول يعني، بين فتره وفتره في ناس مثلا فجاه هيك سبحان الله ربنا بيسخر لك اشخاص فجأة هيك بيتذكروني، أو حدا بس يسمع بوضع أولادي مثلا بيتذكرني، بيتذكر الأولاد بشي بالأحرى. عم تقدر تاخديهم على الوقت عند الحكيم ولا مرات ما عم تقدر؟ أنا الحمد لله بالنسبة للحكمة بحياتنا ما قصرنا، أهلي هن اللي معتمدين هذا الشيء يعني، أهلي هن متكفلين فيهم، هن بياخدون هن بيجيبون، لأنه مثلا امير اذا عنده دكتور انا بدي بقى مع علي، فجده وسته هن اللي بياخذوه بيوقفوا معه حتى بالعمليات. وعم تقدري تامني مصاري؟ لا عم تقدري تامني مصاري؟ لا مش امرار يعني بطلب من حدا، امرار يعني ناس بتساعدني، اكيد ما في اقدر يعني لحالي. اليوم المدخول هو ما في مدخول، المدخول يلي بفوت هو من المساعدات بعضها فردية، بعضها من جمعيات، يمكن جمعيات او ناس مثلا محدده، بس اشخاص هيك انه مستقله فرداويه يعني مش واهلك. وفي اهلي يعني انا مثلا عندي اجار البيت مليون، عندي اوتوكارات مليون و200,000 لعلي وامير. محمد مثلا بيروح بيجي على المدرسه لحاله ماشي. مليون و200,000 بالشهر اوتوكارات اوتوكار لعلي وامير ليروحوا على مدرستهم، ومليون اجار. مكسور عليك اجار إكرام؟ اجار البيت مكسور علي 13 مليون لانه طليقي كان كاسر. يعني 13 شهر؟ ايه 13 شهر تقريبا. ايه اوتوكار عم تقدر؟ اوتوكارات بابا يعني، واجار البيت بابا بيساعدني، وفي اشخاص مكسوره معينة. بشيء بالاوتوكار؟ لا اوتوكارات لا مش مكسوره. اليوم لشو اكثر شيء بحاجه اليوم إكرام؟ انا بهمني عمليه امير، هيدي بالدرجه الاولى لانه مبلغ كثير كبير وانا ما في اقدر امنه، بس انه عم بحاول اعمل مستحيل. 5500 $. وعندي دين دكاني شي 3 ملايين تقريبا، ومواد غذائية أكيد أكل وشرب للأولاد. بتعرف هالأيام نحن غلا، يعني غلا معيشة كتير كبير. أنا عندي 3 صبيان يعني. عم تقدري تأمني الأكل والشرب عادة؟ مش كل الأوقات. شو بتعملي بحال ما قدرتي أمنتيهم؟ أمرار مثلا بيروحوا عند أهلي بياكلوا، أمرار مثلا من حواضر البيت يعني. ان شاء الله ان شاء الله رح تنحل قريبا. الوضع صعب على كل لبنانيه اليوم وعلينا كلنا، واليوم كثير ناس حلوين عم بيتابعوك وعم بيسمعوا قصتك، هالام اللي عم تتعب وعم عم بتضحي بحياتها لحتى تعيل اولادها. وامير وعلي عندهم احتياجات خاصة ولهالسبب هن بحاجة لإلك حدهم دايما، لأنه ما فيهم يتكلوا على حالهم بالأمور اليومية. قلتي لي لما سألتك شو أكثر شيء بحاجة، قلتي لي أول شيء عملية أمير. عملية أمير بالبلفيو مثل ما أنت شايفة صح؟ بتكلف $5500. المشكلة إنه المصاري لازم الدولار لازم يكونوا فريش دولار. مزبوط. كل تكلفة العملية مأمنة منهم شيء؟ في شيء منهم؟ لهلا ولا شيء. ولا شيء لهلا، ما في شيء. حتى دقينا للمستشفى كذا مرة قالوا لنا لهلا ما نحط شيء بحساب أمير، فإن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. اليوم الناس يلي عم بيتبعوك ويلي سمعوا عن معاناة أمير، هالطفل الصغير يلي بحاجة لمسكة إيد لحتى يمشي مثل كل أطفال عمره. إكرام لاحظت إنه بالبيت حتى ما في تلفزيون؟ لا ما عنا تي في. شو بعد عندكم نواقص؟ يعني شيء تدفئة للبيت مثلا، كمان دفاية ما في، بالصيف كمان مروحة ما في حتى، يعني مشي أمورنا. في كمان نومتهم مش كتير صحية، يعني في فرشة لمحمد ما كتير منيحة لازمها غيار، وحتى الفرشة كرمال أمير وعلي وأنا يعني فرشتنا الكبيرة كمان منا صحية، يعني الرسورات طالعين من قلبها وهيك مش صحية ليناموا عليها. وبتعرف عند أمير عنده مشكلة بظهره كمان، يعني كمان مش صحية لإله. أكيد بوضعه هو لازم يكون في عنده يمكن فرشة حتى طبية بوضع إجريه. يعني غير عملية أمير إذا بدنا نحكي لشو بحاجة الأولاد، يمكن تلفزيون صغير لحتى يحضروا تلفزيون مثل كل الأولاد، مواد غذائية، حاجيات من أكل وشرب اليومية، فرشة لأمير وفرشة لإلكن. الأوتوكار قلنا مليون و200,000. مش مكسور عليك أوتوكار؟ لا مش مكسور، بس إنه في صعوبة لنأمنهم، مش هينين يعني. أجار مكسور 13 شهر. 13 مليون. لشو بعد بحاجة إكرام اليوم؟ في عندهم كمان دين للدكانة، حرام أمرار بعطيه يعني، بس برجع لورا يعني، برجع بدها يعني ما بكون عملت شيء لأنه بتعرف ما في مدخول يعني زيادة، يعني بتسكري له شوي بترجع بتضطر، يعني مشان هيك المبلغ بيكبر. بضطر كرام تجيب اغراض للمدارس، الاولاد ما فيهم يروحوا على المدرسه بلا ما ياخذوا شيء معهم، بلا ما يلفوا، بلا ما يتروقوا، بلا ما يجوا من المدرسه مثلا جوعانين ما فيهم يجوا ما يلاقوا غدا. هيدي ابسط حقوق لالهم يعني. فواقعه بهيدي المشاكل كثير، وقد ما العالم شو ما عرفت يعني ما حدا بحس وبيعرف. بتصير انه مرات ما في شيء ياخذوه معهم على المدرسه، بتصير انه ما في اكل ياخذوه على المدرسه، ما في ساندويش ياخذوها. الحمد لله ما وصلت لهالمرحله، ما بخليهم يوصلوا لهالمرحله، لو بدي اقطعهم تم. ان شاء الله رح تتحسن الاحوال، ما بدي اياك تبكي، ان شاء الله رح تتحسن الاحوال. برجع بقول لك الوضع اليوم صعب على الكل، واليوم في كثير ناس حلوين عم بيتابعوكي وعم بيسمعوا قصتك. عملية أمير إن شاء الله بيعملها، وإن شاء الله بأسرع وقت بيعملها، لأنه العملية بحاجة لإلها بسرعة لحتى يقدر يمشي مثل كل الأولاد من عمره. تكلفة العملية $5500. بعد في شيء بدك تقولي إكرام؟ لا، أنا بس بحب أتشكر أي حدا ساعد أو بحب يساعد، أو بس أي حدا سمعني. بتمنى يكون وصل صوتي، وميرسي كثير لإلك. الولاد بيتشكرون عن جد. هيدي واجباتنا، وان شاء الله علي بيعيش حياه كثير حلوه ان شاء الله. ويمكن علي صحيح ما بيشوف بعيونه، بس لاني تعرفت عليه وقعدت معه بيشوف بقلبه احسن منا كلنا. علي كثير شاطر وكثير ذكي، وبيشوف بقلبه احسن منا كلنا. وحنيته عليكي وحبه لإلك حنون كثير، كثير حنون وكثير معلق فيي، ما بيقدر يعبر لي. اليوم إذا بتسألي الأولاد لشو أكثر شيء بحاجة، أو لك إذا سألتهم أنا هن لشو أكثر شيء بحاجة، هن حرام بيسألوا يمكن على ألعاب. أمير على التي في بحب التلفزيون كثير. أولادي مثلا أكثر شيء صدقني بيقولوا لك ألعاب. إن شاء الله رح نقدر نأمن تلفزيون يعني ألعاب ليلعبوا مثلوك. إيه يعني هن بحاجه لهيك شيء. كياب عندهم فاقدين يعني ما كثير، بس انه الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله كل شيء رح يتامن من عمليه امير لحاجيات اليوميه للاولاد، ان شاء الله لتلفزيون حقق له حلمه لامير كمان لحتى يصير يقدر يحضر تلفزيون. انا اكيد انه كل شيء رح يتامن ان شاء الله. إكرام أنا بدي أقول لك يعطيك ألف عافية، الله يخلي لك ولادك. بدي أرجع قبل ما أختم أقول لكل مشاهدي صوت بيروت إنه عملية أمير كل ما عملها بوقت أسرع كل ما أحسن. تكلفة العملية $5500. إذا عملها أمير بصير قادر يمشي، بضل في عنده مشاكل بالجهاز بالمبولة وبكلاويه، بس بصير قادر يمشي. وإن شاء الله قريبا كمان طبيا بيوصلوا لحل لكل مشاكله الصحيه لامير، وبيعيش طفولته مثل كل الاطفال من عمره. بونسوار، كيفكن؟ منيح. انا بقول اسمك محمد، وانت اسمك امير. امير، وانت اسمك علي. علي، كيفكن؟ منيح. منيح؟ قد ايه عمرك امير؟ 6 سنين. لا، 4 سنين. من وين 6 سنين جبتها؟ 4 سنين. 4 سنين، شفت انا بعرف. محمد قد ايه عمرك؟ 8 سنين. 8 سنين. وعلي؟ عمري 7 سنين. بطبق السنة بصيروا 7 سنين؟ يعني محمد انت الكبير صح؟ وانت بتساعد الماما، بتنتبه لاخواتك؟ على طول بتساعدها؟ بتحبهم لعلي وأمير؟ شاطر بالمدرسة؟ علي أنت شاطر بالمدرسة؟ أنا شاطر بالمدرسة وبعذب كتير. لا، ما بتعذب. أمير، شو أكتر شي بتحب يكون عندك كادو، يجيبوا لك كادو؟ شو؟ تلفزيون. تلفزيون؟ أكتر شي؟ كمان زبلة هدية. شو؟ هدية شو؟ قوص فرد. شي فرد بقوص، ما فينا نجيب شي هيك فيه سلام أكتر؟ ايه، لازم ناخدها فرد بقوص، نقوص هيك بو هيك. بدك يكون عندك فرد، وشو بدك بعد؟ أكتر شي التلفزيون. محمد انت شو اكثر شيء بتحب يكون عندك العاب؟ تلفزيون. تلفزيون اكثر شيء، ان شاء الله رح يصير في تلفزيون. رغم كل الظروف الصعبه ومعاناتها اليوميه لحتى تعيل اطفالها ثلاثه، اكرام الام مش طالبه شيء غير انه ابنها يشفى ويعمل عمليته. لكل شخص قادر يساعد امير ليعمل عمليته تكلفه العمليه $5500. ان شاء الله بفضل اصحاب الايادي البيضاء بنوصل باسرع وقت نجمع المبلغ، وامير بيعمل عمليته وبيمشي وبيركض وبيلعب وبيعيش طفولته مثل كل ولد من عمره.